انا ممكن اعلن العصيان وما اقولش مساء الخير لحد غيركم غير المشاهدين بس، عشان ايه يعني الوضع في الاستوديو محتقن شويه، في شويه توتر كتر اجازات لبعض الناس وبعض الحفلات الماجنه وبعض الرنجات الطائره، ويسيبوا الزميله العزيزه بتاعتهم في الاستوديو لوحدهم. فانا هبدا الحلقه بمساء الفل على كل المشاهدين بس يا دودو. والله وحشتيني قوي والله. تكذبيش بقى. والله هم 3 ايام كنت محتاجاهم بجد. طب نحسبهم 3 ايام، خميس جمعه سبت حد. انا بس الحد هو اللي خدته اجازه. 5 ايام. خمسة في عيني اللي بقى يصلي على مقدرينها من قبل. اوكي ها. بس هو فإيه؟ هو بس الحد، لكن انا كده السبت مش باجي. وصوتك رايح ليه؟ غنيتي قد ايه؟ كنت عمال اعمل كده. وانت يا شريف؟ وانت كنت سافرت عشان انام بدري واصحى بدري، كنت بعمل رياضه الساعه 7 الصبح واطلع اجري كده ارجع افطر مع اصحابي واخش انام الساعه 3 العصر. تخيلي انه كان في الجونه، كان في الجونه وما شفتهوش خالص وكلمته. تخيلي كلمته والله ما رضيش يقابلني. انا عملت حاجه، انا نمت بعد اذنك، انا مع صحابي لو سمحتي ما تشغلينيش. انا فتحت بقي. تعالى نعمل كده مع بعض. انا كنت سويتكوا على نار هاديه كده مع بعض. الحمد لله. يعني معلش انتوا متخيلين انا في ايه؟ ايه يا زينه؟ شم النسيم. متخيلين يعني شم نسيم احنا. على فكره لو حد لازم يريح المفروض انا اكبركم سنا. طب يا روح قلبي ريح واقدمكم يا حبيبتي. انا اللي اريح اسبوع اجازه واروح اصيف. والله احنا ما نقدرش نستغنى عنك، بس شوفي انت عايزه اجازه ايه وانا اجي على ايديا ورجليا. ايج از جاست نمبر. مفيش كده. لا محتاجه اغير جو بغض النظر عن الايج. لا ثانيه واحده بقى، لحظه واحده. نعم. عايزه اقول لكم برضو على حاجه. فضل. شريف على الاقل بعت لي فيديو وسلم عليا وقال لي والله انا كده شايفين حد مش موجود، لان دي اجازتي الشرعيه النظمي شرعي نظمي. لكن ايه فضلت اقول لها في الحلقه على الهوا يا ايه بعت لنا فيديو بتعملي ايه؟ طبعا ما بعتتش. صرصور الحقل. ابحث عن ايه اختفت يا جماعه. حد اللي شاف ايه يكلمنا. يا دينا الدنيا دواره خلاص. هيجي يوم صدقيني كنت في قلبي وكنت في عقلي وكنت في روحي كنتش عايزه لابقى وكنت فاكراكي ولا كنت عايزه كنت عماله اقول يا دينا انت فين يا دينا. طب يا جماعه خلاص هنعتب بعدين. خلاص يا دينا. يا دينا انت خلاص يا دينا. يا دينا ورأس واخواتها كلهم معاها ما شاء الله، يعني لا قوه الا بالله. خلاص انا سكت. اللهم صل على النبي. انت قعدتي 5 ايام. والله ابدا. خمسه. والله ابدا. ثانية واحدة ممكن اسألك سؤال؟ ثانية واحدة. انت كنت الأسبوع اللي فات اللي قبل فين؟ لحظة. نعم. أنا أخدت يوم واحد على جنب. مش سافرتي؟ كان عندي فرح. حلو. عائلي يوم واحد. انبسطت ولا ما انبسطتيش؟ انبسطت طبعا. سافرتي ولا ما سافرتيش؟ يوم. خلاص بصلنا في الأجازة ليه؟ أنت باصص لها بتقول لها خمسة وأنت أربعة؟ عايزة إيه؟ يعني بصوا الحلو. أهلا بيكم يا جماعة معانا في حلقة جديدة من حلقات أنا وهو وهي. النهاردة يوم جديد، النهاردة يوم الثلاث، عندنا فقرات كتيرة جدا. خلينيش أتكلم على حسام، تخلينيش أتكلم على حسام. مش هتسكت. النهاردة هي مش شايلة قوي. حسام فين؟ فين يا حسام؟ بس خلاص. إحنا آسفين والله. هنبدأ؟ إحنا آسفين يا قمر. إن شاء الله هنبدأ. والله طب مرضية ولا لأ؟ بص بلاش آخر الحلقة أسألك. والله قلبها طيب، قلبها طيب. نشوف الحلقة هتمشي إزاي. ماشي. حلقة جديدة. نسلي كده. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة. مساء الفل عليكم على قنوات صدى البلد. أنا وهو وهي، دينا رامز، آية شعيب، وشريف نور الدين. هنكون معاكم من دلوقتي لحد الساعة 5 ومحضر لكم حاجات قد كده أهو. هنبدأ مع بعض طبعا بالأخبار كالعادة وفيديوهات لذيذة قوي وتيك توكس وحركات وكمان إيفنتس وأحداث فنية مهمة ومهرجان خاص ومؤتمر خاص بالمرأة وإلهام شاهين الفنانة والنجمة الكبيرة ليها علاقة بالموضوع مش هتعرفوا. هنقول لكم بعد شوية. عندنا إيه تاني؟ طيب إيه رأيكم نشوف زي ما مش أنا طبعا زي ما آية وشريف شهيصوا في الأجازة. شهيصوا يوم واحد بس وكان عاصفة امبارح ها وكان عاصفة على البحر يعني. الحلقة دي مش هتبدأ بقى. anyway. أنا والله بقول لك الحلقة دي مش هتبدأ. تعالوا نشوف النجوم عملوا إيه وهيصوا إزاي. ما شاء الله ربنا يسعدكم جميعا. طبعا أنا بضحك وسلوا وانبسطوا وفرحوا وكل حاجة.